عبد الرحمن من بواكي، 24 سنة في كوت ديفوار. دخلت هنايا عام 1999. أول شيء بكاتي بربي على كل حال اللي جيت لهنا الكوت ديفوار. من 99 الحمد لله كما يقولوا جيني با شومي، دخلت ديريكتومون الحمد لله دخلت الدومين تاع لوطوموبيل. الوغ توسكي بنوماتيك ليبريفيون لي باتري. كاين بزاف مستثمرين جاو لهنايا وصل لهم بزاف، صار لهم مده والحمد لله راهم ناجحين. دونك راني هنا من 99 الحمد لله. بور لو مومون جو مي سون شي موا. 24 سنه كانه هذا البلد الثاني تاعي انا، قضيت كامل كما يقولوا لا جوناس تاعي هنا. في 99 كي دخلت قضيت انا 23 سنه في ابيجون. حنا كجزائريين ما عنديش الارقام بالضبط، لو شيفر اكزاكت ما عنديش، مي اوني با نومبرو، ما عندناش يعني ان فورت كوميونيتي تاع الجزائريين هنا. اوني انصوم اون فري، اوني انصوم جيسكا ديسمبر ان شاء الله. وان تو تري فيفا لاجيري، كي لو ميور جاي، اون جاي اون جاي. وبالمناسبه نشكر السلطات المعنيه بالجزائر والرئيس تاعنا الرئيس تبون في لو جيست اللي داروا بارابور الانصار اللي هم جايين لهنا في التخفيض تاع الاسعار. رسالة نوجهها للكوتش تاعنا بالماضي، ان شاء الله يكون في اعلى مستوى، ان شاء الله يفرحنا خويا. ان شاء الله نتمنى الفريق الوطني ان شاء الله يتاقلم مع الارضيه هذه، ونطلب من الفريق الوطني ان شاء الله يكون في احسن واروع مستوى باش ينسينا واش صرنا في الكاميرون. وان شاء الله نعوضوها في هذا العرس هذا الافريقي ان شاء الله باش يفرح كل الامه الجزائريه ان شاء الله.